مساء حلوة واهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور موقع. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن مجال الموبايل ابليكيشن او الموبايل ديفلوبمنت، ازاي تكون موبايل ديفلوبر، ايه الفرق بينه وبين الويب بقى. وطبعا احنا اتكلمنا عن الفرونت اند وعن الباك اند في الفيديوهات اللي فاتوا، ودلوقتي هنتكلم عن مجال الموبايل ابليكيشن وازاي تدخل المجال. فخلونا نشوف بقى كده تفاصيل الفيديو على طول، ويلا بينا واهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من يوميات مطور مواقع. اول حاجه عشان ندخل في الرود ماب بتاع مجال الموبايل ديفلوبمنت لازم نعرف ايه الاساسيات اللي لازم تكون معانا عشان ندخل المجال نفسه. طبعا زي ما شفنا في الفرونت وزي ما شفنا في الباك بيبقى في حاجات اساسيه كده لازم تكون معانا قبل ما ندخل في المجال نفسه. نفس الكلام اللي انطبق على الفرونت اند وعلى الباك اند، وتحديدا الباك اند هينطبق على مجال الموبايل ديفلوبمنت او تطوير الابليكيشنز بتاعت الموبايل، وهي طبعا هتحتاج تتعلم برمجة اساسية زي سي بلس بلس او بايثون، اي لغة بس تتعلم ازاي تعمل كودينج وازاي تعرف تعمل الجوريزمز وداتا ستراكشر، وازاي طبعا تعمل بروبلم سولفينج او ازاي تحاول تحل مشاكل برمجية. دي مهارة لازم تكون معاك في اي حاجة ادام داخل مجال البرمجة باي شكل من الاشكال. بمجرد ما اتعلمت الاساسيات دي كلها، الحاجات العادية مفيش اي حاجة مميزة او حاجة جديدة، لازم طبعا يكون عندك حتة كده بس ديزايننج شوية، لان الموبايل حقه ضايع اكتر في حتة اليو اي واليو اكس. دايما يحمل الموبايل ديفلوبر التصميم كمان مع التطوير بتاع الابليكيشن، او ان انت طبعا لو هتشتغل دارت او اي حاجة زي الحاجات دي، حد فلاتر مثلا او كده، برضه هتتحمل بحته اليو اي واليو اكس، وازاي تحاول حتى لو في يو اي يو اكس ديزاينر ازاي تحاول الكلام ده للشكل بتاع الموبايل ابلكيشن. وطبعا انت بتتعامل مع شاشه صغيره فلازم تاخد في الاعتبار، او مقاسات كمان الشاشات مختلفه وحته الفلاد والكلام ده كله، الحاجات دي كلها لازم تاخدها في الاعتبار وانت بتتعلم المجال ده. عايزين نعرف الاول كمان ايه الفرق بين نيتيف وكروس بلاتفورم، وهل لازم تاخد حاجات نيتيف عشان تدخل في كروس بلاتفورم ولا مش لازم، عشان نبدا نقول الرود ماب بتاعتنا. الاول النيتيف ده يعني البرمجه باللغه الاساسيه للنظام او اللغه اللي بتدعمها المنصه اللي عامله الاوبريتنج سيستم نفسه ان هي تشتغل على اساسه. هندي مثال بسيط دلوقتي كده، ان مثلا في الاندرويد اللغة الاساسية زمان كانت جافا، وجافا شغال على اندرويد ستوديو والكلام ده كله، فالجافا زي ما قلنا ان هي اللغة اللي كانت اساسية في الوقت ده، هو ده النيتف. النيتف يعني اللغة اللي مبني على اساسها النظام ده نفسه، او مش لازم يكون اللي اتبنى بيه الاوبريتنج سيستم بس اللي يكون بيدعمه النظام اللي عمل الاوبريتنج سيستم ده. بالنسبه للكروس بلاتفورم يلا يا عم الحاج ناقصين لمخه في الكلام. الكروس بلاتفورم ده هو متعدد المنصات، يعني تقدر تكتب لغه مره واحده او تكتب كود مره واحده وهيطلع منه نسخه، او الحاجه اللي انت بتستخدمها دي هتطلع منه نسخه بجافا وليكن مثلا، ونسخه ثانيه باوبجكتيف سي لمثلا اي او اس. فيبقى انت طلعت من كود واحد حاجة لمنصة الاندرويد وحاجة لمنصة الاي او اس مثلا. طبعا احنا قلنا دلوقتي كمان المنصات اللي بنشتغل عليها في الموبايل، في اكتر من منصة انت بتشتغل عليها، وارد جدا في المستقبل يبقى في منصات جديدة بالكامل تشتغل عليها، او نظم تشغيل جديدة اوبريتنج سيستمز تشتغل عليها. طبعا اشهر اثنين حاليا واللي موجودين في السوق كله هو الاندرويد والاي او اس. في منصات جديدة او منصات تانية، او في منصات تانية كتير على فكرة، وممكن هواوي كانت بتحاول تعمل اوبريتنج سيستم خاص بيها بالكامل، وممكن تلاقي فجأة اكتسح السوق وعملوا طبعا لغة جديدة ودنيا جديدة. فده عيب من عيوب الموبايل ديفلوبمنت، ان هتلاقي التغيير مستمر ومفيش حاجة ثابتة على حالها. يعني شوف الديسكتوب ابليكيشن شغالين على ويندوز من ايام، يعني من التسعينات واحنا شغالين على الويندوز. الويب البي اتش بي من اول ما اتعملت وهي ما زالت شغاله لغايه النهارده،
ومفيش اي حاجه، مش حتى مش مرتبطه بمنصه معينه، شغاله على لينوكس وشغاله على ويندوز. لكن تيجي للمجال الموبايل، لا، هتلاقي الاوبريتنج سيستمز تظهر وتختفي وبيحصل تغييرات سريعه. حتى اللغات اللي اتعلم جافا زمان وظهرت في فلاتر دلوقتي ممكن تكون قضت على وظائف كتير وناس كتير اكبر في السن وعندهم خبره اكتر، بس مش قادرين يواجبوا عصر الفلاتر، فبالتالي شغلهم باظ بالسبب ده. ده عيب من عيوب مجال الموبايل كبير جدا. طيب كده عرفنا الفرق بين النيتف وعرفنا الكروس بلاتفورم، عرفنا المنصات اللي هتشتغل عليها. عايزين نعرف الرود ماب بقى اللي هنمشي عليها عشان نتعلم مثلا مجال الاندرويد او اندرويد نيتف. بالنسبه الاول، انت هتختار انت عايز كروس بلاتفورم ولا نيتف، ومش شرط ان انت تكون تتعلم النيتف الاول عشان تدخل في الكروس بلاتفورم. هو هيديك امتياز اكبر بس مش ضروري ومش اساسي. هتتعلم في النيتف ايه؟ يا اما عندك طريق من الاثنين، يا اما الجافا، جافا العاديه مش جافا سكريبت ولا يعني هي جافا جافا، يا اما هتتعلم كوتلين. وكوتلين هي لغه جديده عشان تسهل الدنيا شوية بدل الجافا ومشاكل الجافا. فبالتالي ده طريق ممكن تسلكه وخلاص، انت بمجرد ما تدخل الكورس انا هتعلم كوتلين، انت كده دخلت مجال الموبايل، مش محتاج بقى لغات كتير زي ما كنا بنقول في الويب وغيره. معظم المجالات بيبقى فيها لغات كتير تتعلمها مع بعض، لكن الموبايل ابليكيشن هي لغة هتلاقيها او لغتين او حاجة زي كده. مش الدنيا ما او الرود ماب مش كبيرة، يعني هو الرود ماب تتعلم الاساسيات اللي احنا اتكلمنا عنها في الفرونت وفي الباك، بالاضافه للحاجات الخاصه باللغه اللي انت هتتعلمها وبس. طيب لو هتتعلم الاي او اس نيتف او تشتغل على الاوبريتنج سيستم بتاع الايفون نيتف عادي، هتشتغل باوبجكتيف سي، ودي لغه قديمه جدا ومحدش بيستعملها حاليا، او سويفت، وسويفت مدعومه من ابل والدنيا تمام فيها. في حاجة بس لو هتدخل او هتختار في دماغك مجال الاي او اس اللي المفروض كله فلوس والكلام ده، اولا كديفلوبر انت يعني هي مرتباته اعلى من الاندرويد شوية، بس الدنيا مش الواو قوي، يعني ما تتوهمش بزيادات رهيبة او فرق في الارقام كبير. هو في فرق ارقام بس مش كبير قوي، لان الكروس بلاتفورم اضع الحتة دي شوية ان انت بتقدر تطلع التو ابليكيشنز بكل سهولة. فعشان تتعلم السويفت او عشان تدخل في مجال الاي او اس بشكل عام، هتواجهك مشكله كبيره جدا، ان انت لازم يكون معاك اجهزه للاي او اس اصلا، لازم يكون معاك جهاز بي سي او لابتوب تابع الماك او نظام ماك متسطب عليه ويفضل بطريقه رسميه، وتاني حاجه الموبايل اللي معاك لازم يكون ايفون عشان تبدا تجرب عليه الابلكيشنز وتبدا تتعامل معاه. غير كده مش الدنيا مش هتبقى لذيذه او سهله زي الاندرويد، مش هتعرف تطلع حتى اي بي كي، مش هتعرف تمشي الدنيا دي. فالدنيا في الاي او اس تعتبر اصعب شويه من الاندرويد، لكن كل حاجه بتمن. ندخل بعد كده على الكروس بلاتفورم. في حاله طبعا ان انت اخترت الكروس بلاتفورم، انت اخترت الطريق السهل اللي كل الناس بتدخل فيه بس مرتباته اقل شويه من الاي او اس نيتف، بس عليه طلب كبير يعني، وبرضو الدنيا مش واقعه قوي فيه. هتشوف في فيديو المرتبات اسعار الدنيا كانت ماشيه ازاي في الموبايل ابلكيشن والكلام ده كله. طبعا في طريقين برضو في مجال الكروس بلاتفورم، يا اما فلاتر، ودي هتحتاج تتعلم دارت الاول. لو اتعلمت لغه دارت واتقنتها كويس، هي حتى لغه باك اند بالمناسبه، وتقدر تعمل بيها ابلكيشن من الصفر للنهايه وتربطها بحاجه اسمها فاير بيس هنتكلم عنها كمان شويه، وطبعا تتعلم فلاتر بعد كده تفاصيلها بالديزايننج بتاعها الكلام ده كله، او تتعلم رياكت نيتف. رياكت نيتف هي مشتقه من الجافا سكريبت. لو انت بتحب الجافا سكريبت واتعلمت جافا سكريبت، يبقى الرياكت نيتف خيار كويس ليك، بس وظايفه اقل بكتير من الفلاتر. الفلاتر هي اللي محتليه السوق دلوقتي او مكتسحه السوق تعتبر، فالرياكت نيتف الدنيا مش لذيذه قوي فيها. بس لو انت حابب جافا سكريبت، وطبعا لو هتختار المسار ده، يبقى لازم تتعلم الجافا سكريبت الاول وتتقنها كويس، هي او التايب سكريبت، عشان تقدر تتعلم الرياكت نيتف. اخر جزئيه بقى هنتكلم عنها هي الفاير بيز والاي بي ايز. بالنسبه للفاير بيز، هي دي الداتا بيز الخاصه بالموبايل ابلكيشن اكتر. فاير بيز هي كلاود تعتبر، او داتا بيز سحابيه بتقدر تديك امتيازات او اي بي ايز جاهزه عشان تتعامل مع
ريال تايم ابلكيشنز، او حتى تقدر تتعامل مع الموبايل ابلكيشن بكل سهوله من غير ما تحتاج اي بي ايز خارجيه، وهي دي فكره الفاير بيس بشكل عام. الاي بي ايز بقى نفسها طبعا احنا اتكلمنا عنها باستفاضه في الفيديو اللي فات، فكل اللي عليك كموبايل ديفلوبر ان انت تتعلم بس ازاي تربط الاي بي ايز دي اللي طلعت من الباك اند بالابلكيشن بتاعك، ازاي تتعامل معاها، ودي خليها دايما معاك في الخطط بتاعت او في البلان بتاعتك الرود ماب بتاعتك ان انت تتعلم حاجه زي دي. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وافادكم. لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك، وما تنساش لو عندك اي سؤال تقولي في الكومنتات تحت، وما تنساش شوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، واستنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جايه، واشترك في القناه عشان ما تبقاش من الهوايه.